يحيى يقول لنا الشيخ نجيبو على خاطر تحب ولا تكره فما ناس بوسطاء مسهم حتى عقيدتهم تتمس كي راه هذا الشيخ نجم نفهم مسيو تو الموند اللي نجم يقول لك تبي يفك عليا ما عادش تحكي لي على صلاه لا على دين لا شيء هاو الشيوخ هاو الدين هاو كذا ما عادش جيبو سيد هذا ما يشوف الدين ايفيكتيفمون سوني اوكي نرجع لك يا برهان سوني استغفر الله العظيم نحب نقول سامحوني خيط 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 هو العدد على شنو على الهنتاتي ولا الاحتجاج ولا احتجاج ما يستحقش عدد الهنتاتي مخلوف انا عطيت 5 على على الاحتجاج خاطر تعرف قناعاتي فيما يتعلق بهذا الموضوع الشيخ الهنتاتي اللي قلت كل فيما يتعلق بالاعلام الاعلام نحبه ولا نكرهه هانا قاعدين نحكيوا عليه جيبو باش نحكيو عليه بور فير لو بوز باش صفحات التواصل الاجتماعي تبدا تهبط والعباد تعلقوا نحبوا الا نكروا هذا هو واقعنا اليوم تقول نجيبو ما نجيبوش اليوم سو جونغ دو بيرسوناج هالحاجه اللي اسم مسمي حتى تحت مسمى الشيخ شيخ صحيح انه ناس عاديين وناس عندهم الحد الادنى من الاحساس يشمئزوا منه فما برشا ناس اخرين يقول لك اي صحيح وهذاك هو صحيح وعلى خاطر ده شو اكيد راهو زاني واكيد راهو كذا كذا يحبوا يتغذوا مكلة خاصه انك الاكل قضايا نتاع الاخلاق نتاع الفساد بمعنى ازني معناها الاخلاق قوي هذاك راهو توينسا يحبوه يموتوا عليه تحبوا هذه هي حقيقتنا راهو هذه هي حقيقتنا كل حاجه تمس معناها بالاخلاق وزني وفساد ونسي وعاهرات وما نعرف شنو اوبا نشيخو نحبوه يعطيك الصحه ماده صحه للاستهلاك فيما يتعلق بالجانب القانوني اليوم سيف الدين مخلوف اختار الطريق الافضل مشى للقضاء السيد هذا قال فيه ما يقوله مالك في الخمره يعني مشى للقضاء شكي بيه وقال احتفاظ به يبدو لي انا مانيش متبع القضيه لكن هذا المنطق شنو اللي يقول انه قال احتفاظ به ثم وقع ابقاؤه بحاله صراح واحنا قلنا ألف مره هذا هو المبدا يعني صحيح السيد هذايا بقذارة ما يقوله ما يتمثلش اختار على كي تبدا التهمه ثابته ما نجمش نخليه خاطر متاكد انه باش يتحكم نقولوا احنا نبقاو في حاله صراح وقت اللي مانيش عارف يمكن يتحبس يمكن لا ما هذا معنى انا نصور رجل قانون نشوف الفيديو هذا نعرف انه مهما قاضي باش يتعدى قدامه سيسجن منطقيا كلشي باش يولي نعيشوا في غابه معناها تستنى في راهو المبدا هو صراحة فما ثلاثه استثناءات قانونية هو أنه يشكل خطر على المجتمع وإلا ينجم يتدخل في أوراق القضية وإلا ينجم يهرب أنا نحب نقول الشيخ هذا آخر واحد ينجم يحكي على الأخلاق والتربية الإنسان اللي يعمل فيديو كي من هكاية باش يجبد أعراض الناس بالطريقة هذه بالوحشية هذه بالكلام هذا اللي ما يتقالش حتى في قهوة مش تقوله في فيديو باش ينجموا يسمعوك الناس الصغار والكبار واللي يصلي واللي ما يصليش معناتها هذا راه تتعدى على إنسان على الحرمة نتاعه على عائلته على 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 هو كشخص اليوم شنو القيم اللي تحب تعطيها معناتها